بدي انتقل الى محافظ بعلبك الهرم البشير خضر، وللاطلاع اكثر على الوضع اليوم في بعلبك يلي كانت شاهده على والبقاع على يوم امبارح كان هو الاعنف. استاذ بشير خضر سعادتك، كما غردت وقلت انه اليوم الاعنف على بعلبك منذ بدايه العدوان وأن عدد الشهداء تخطى 50، بدي منك اليوم هلا مباشره تصف لنا الوضع في بعلبك في البقاع، وكم بلغ حتى هذه اللحظة عدد الشهداء؟ نعم جوال، مثل ما ذكرتي امبارح كان هو اليوم الأعنف منذ بداية العدوان على محافظة بعلبك الهرمل. كان في أكثر من 35 غارق بأقل من 24 ساعة. في عدد الشهداء الحصيلة الأولية 67 شهيد وأكثر من 120 جريح. أكثر من ثلثين الضحايا هم من النساء ومن الأطفال. بعد أعمال رفع الأنقاض مستمرة، فبالتالي الحصيلة اللي أشرنا لها قد لا تكون حصيلة نهائية. اليوم بعلبك الهرمل فيها هدوء حذر، يعني والأعمال كلها عم تنصب هلا بموضوع رفع الأنقاض والركام. وكانت يعني يوم أسود في كل معنى الكلمة على محافظة بعلبك الهرمل بالأمس. قلت لي انه لا يزال العمل على رفع الانقاض وانه هلا هدوء حذر، ولكن انا بعرف سعادتك كيف وعم نتابع نتابعك خاصه انت تحديدا كيف عم تشتغل وتحت اي ظروف اليوم، قادرين توصل هذه المساعدات؟ ما المناشد اليوم فيما خص المساعدات وتامين اماكن لها؟ تواصلت مع كذا وزير وسمعناك باكثر من نداء، ولكن وين صار هذا الموضوع تحديدا؟ نعم، مع الأسف في بطء بإيصال المساعدات على بعلبك الهرمل. كان في قافلة طلعت الأسبوع الماضي راحت على بلدة جبولي، كانت قافلة مهمة يعني وكمية جيدة، والقافلة اللي راحت على مختلف مناطق المحافظة هي كانت من أسبوعين، وكان أصلا كميات إنه 2500 كرتونة غذائية لأكثر من 13000 عائلة بمراكز دواء، غير العيال الموجودين بالبيوت، غير الناس اللي صابين بالبيوت. فكانت القافلة على أهميتها اللي وصلت من أسبوعين ولكن ليست كافية. نحن كنا المفترض أن تنطلق اليوم قافلة كبيرة جدا على بعلبك الهرمل، تم تاخيرها للاسباب الامنيه اللي صارت امبارح ببعلبك، على وعد ان تنطلق خلال الايام القريبه المقبله توجع على بعلبك الهرمل. نحن من المفترض كمان انه ما بدي اعطي يكون عم بعطي احداثيات واحكي عن خطط او ارقام او طلقات بدنا نتبعها لحتى لا نكون عم نعطي ذريعه. نعم، ولكن انا المناشد تبعيتي بالاساس كانت ضروره تخزين هذه المواد الاساسيه والمواد الغذائيه بمحافظه بعلبك الهرمل، لانه كنت خايف انه نوصل ليوم انه يكون في صعوبه انه نوصل هذه المساعدات، وهذا اليوم وصلنا امبارح على امل انه الايام القليله اللي جايه يكون فيها رواق لحتى نقدر نوصل هذه المساعدات. حبا هون منو انتقاد لاي جهه رسميه يكون عم يعمل فوق طاقته، ولكن كمان يعني المساعدات ما كانت موجوده من قبل وما تم ايصالها على بعلبك. هلا صار في كميات مساعدات، انا من شوي كنت بالبيال وفي كميات جيده من المساعدات واصله، وفي كميات عم يعني حتوصل تباعا على محافظه بعلبك الهرمل. برجع بعيد وبكرر ضروره تخزين المساعدات، يعني انه لازم نبعث نحن اكثر من الكميات اللي بحاجه لها اليوم، لازم نبعث كميات اضافيه من اجل تخزينها لاستعمالها وقت اللي بيكون في استحاله لايصال المساعدات. يعني تم الاستجابه لنداءاتك من قبل الوزراء، وفينا نقول اليوم انه تامين المواد الغذائيه بكميات جيده صار مامن لمحافظه بعلبك الهرمل، صح؟ الكميات المرصوده لبعلبك الهرمل، نعم، اصبحت كميات جيده. تبقى العبرة بالخواتيم، يعني إيصال هذه المساعدات لمستحقيها. أنا ما فيني أرتاح قبل ما أعرف أنه هذه المساعدات صارت بعلبك وصارت عم توصل لمستحقينا. هون السؤال الأساسي، طب من يضمن أو كيف ممكن تم التأكد أنه هالمساعدات رح توصل فعلا لمستحقيها وما تروح هون وهون؟ لا، بموضوع التوزيع نحن في عنا آلية كثير شفافة، ونحن عم نتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات والصليب الأحمر، وإضافة أكيد في إشراك للبلديات والاتحادات البلديات. أنا مطمئن، وقت اللي أنا بقول إني مطمئن يعني بعني الكلمة اللي عم أقولها، نعم، إنه الكميات اللي وصلت بالسابق بالفعل وصلت لمستحقينا، وأنا بأكد إنه الكميات اللي بطريقة على بعلبك بالأيام القليلة القادمة كمان رح تكون عم توصل لمستحقيها. ان شاء الله. نحن سعادتك قادمون على فصل الشتاء.
الشتي، يعني العالم ما بعرف هلا بتقلي بالبقاع يمكن الحراره بين 5 بين 7 اذا انا مش غلطانه، وبالتالي بلشنا نشوف انه في حاجات اساسيه انتم قادرين تلبوا هذه الحاجات وتكونوا جاهزين لفصل الشتي فيما لو لا سمح الله تكمل هذا النموذج وهذا الدمار اللي عم نشوفه؟ نحن واجباتنا نكون دائما عم نستعد للسيناريو الأسوأ مع ثمانياتنا بعدم فصوله. السيناريو الأسوأ اليوم هو انه الأجوان يطول اكثر من هيك. الهيئة العليا للإغاثة بالتواصل نحن وياها عملنا مسح لجميع مراكز الإيواء عن حاجتهم من مادة المازوت للتدفئة، وتم تزويد هيدي الداتا تزويدها للهيئة العليا للإغاثة من أجل تأمين مادة المازوت للتدفئة. إضافة إلى هذا الشيء أنا طلبت من أكثر من جهة تأمين السجاد أو الموكات، لانه بالنهايه هودي كمان بمراكز الايواء قاعدين بالبلاط، صفوف المدارس هونيك بلاط بالنهايه ما في شيء على الارض. نعم. فكمان الحد من الشقعه طلبت هيدي بعد ما تامنت، لنكون واضحين، بعد ما تامنت طلبتها توافق على الطلب تبعي بانتظار تامينها لحتى كمان نزود مراكز الايواء بالسجاد اضافي لماده مازوت مسجد التركيا. رابع على ببلدات مثلا دير الاحمر ولا براس بعلبك بالليل عم تكون حراره 5 و7. صح، هيدا هو الخوف الأكبر من حلول فصل الشتاء ونكون أمام كارثة إنسانية اجتماعية اقتصادية كبيرة، وما بعرف قديش أنتم بعد قادرين تتحملوا خاصة في بعلبك الهرمل. سؤالي، عم بتلاقي تعاون كان من الوزراء المعنيين وخاصة بخلية الأزمة أو لجنة الطوارئ؟ يعطيهم ألف عافية، عم يعملوا أكثر من لا شك. نعم. بالحد الأقصى من الطاقة اللي عندهم إياها. أنا ما فيني إلا ما أتوجه لهم بكل الشكر وأقدر كل الجهود اللي عم يعملوها. ختاما معك سعادة المحافظ، أنت دايما متواجد بهذه المناطق، اليوم عم بيكون في تدمير لمعالم، يعني بأمها وأبوها عم نشوف اليوم كيف عم تدمير معالم أساسية ما بتعود ممحية موجودة. الوضع بهذا من هيدا الجانب في بعلبك هيك ممكن القول انه فعلا في معالم دمرت في الكامل وما بقى نعرف اماكن في بعلبك؟ في بعض القرى والبلدات صحيح تغيرت. نعم. معالمها وما بقى نعرفها، وحتى انا لما كنت فوق كنت عم شوف حتى محل الضربات الأبنية عم تتحول لمثل البودره عم بتصير، يعني طريقه التفجير، نوعيه الصواريخ اللي هي نوعيه نحن ما كنا شايفينها الحروب اللي صارت سابقا. صحيح في بعض القرى والبلدات في معالم احياء مثل ما هي غيرت معالمها. نعم، صار في يمكن بالاتصال انقطع مع المحافظ بشير خضر. لا بس عدلنا هذه النقطة تحديدا لنختم. نعم، عم اقول لك انه في بعض القرى والبلدات صحيح تغيرت معالمها وملامحها، كثير من الاحياء السكنية بطلت موجودة، تغيير بمعالم بعض القرى والبلدات. يعني مع الأسف، والسؤال هو لحظة وقف هذا العدوان كيف رح يكون هو المشهد، من سيكون حاضر للأعمار؟ بدي أشكرك وبدي أرجع حي جهودك سواء كانت شخصية أو مع كل الفريق، عم تقوموا فعلا بجهود جبارة خاصة أنت محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وأتمنى لكم طبعا السلامة. شكرا لك على هذه المداخلة، وطبعا هوانا دايما مفتوح.